فضائل الذكر وفوائده. تتبين منزلة الذكر بين شعائر الدين بوجوه كثيرة، منها أن الذكر بالمعنى الشامل لتلاوة كتاب الله تعالى هو أفضل الأعمال على الإطلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم؟ وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله. ومنها أيضا أن جميع العبادات إنما شرعت لإقامة ذكر الله تعالى، من ذلك قول الله تعالى في شأن الصلاة: وأقم الصلاة لذكري. ومن ذلك أن الله تعالى مع الذاكرين بالقرب والولاية والنصر والمحبة والتوفيق، وأنه يذكر من ذكره، ومن نسي الله نسيه وأنساه نفسه. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال سبحانه: نسوا الله فنسيهم. وفي الحديث النبوي يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وفي الذكر حياة قلب الذاكر ولينه وزوال قسوته، وفيه شفاء القلب من أدواء الغفلة وحب المعاصي، ويعين الإنسان على ما سواه من الطاعات وييسر أمرها، فإنه يحببها إلى الإنسان فلا يجد لها من الكلفة والمشقة ما يجده الغافل. وفي الصحيح مرفوعا: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وختاما: فإن الذكر أيسر العبادات مع كونه أجلها وأفضلها وأكرمها على الله تعالى، فإن حركة اللسان أخف حركات الجوارح، فيه يحصل الفضل للذاكر في حال صحته وسقمه، وفي حال نعيمه ولذته، ومعاشه وقيامه وقعوده واضطجاعه وسفره وإقامته، فليس شيء من الأعمال الصالحة يعم الأوقات والأحوال مثله.